السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم سارة، ورشة جديدة إن شاء الله. الببرونة دي لسه مطلوبة مني دلوقتي، ودي هنعملها مع بعض. هي الببرونة دي أنا عاملاها مقاس 6. دي تتعمل توزيعات سبوع أو تعمل ميدالية كده عادي. هنشوف هنشتغل ايه. أنا دي عاملاها بمقاس 6، هقول لكم الأوزان طبعا والخيط وكل حاجة بالتفصيل هقولها لكم إن شاء الله. بس اما نشوف هنشتغل دلوقتي احنا اللونين دول مع بعض. الالوان زي ما انت عايزه براحتك، انا عاملاها اصفر في احمر، اعملي انت العكس، الالوان بذوقك انت خالص. هنسمي الله. انا هشتغل دلوقتي خرز مقاس 8، ده مستورد مقاس 8. اول حاجه شايفين انا عامله ايه؟ ايه رايكم في دي؟ حلوه؟ عارفه عارفه والله ما تقولوش، انا عارفه انها حلوه وجميله. بصوا، اول حاجه هنسمي الله طبعا. اول حاجه انا بربط 8 اهو، اوريها لكم. دي 8 خرزات، 8 خرزات تمام. وبعد كده هشتغل سداسي على 1، بمعنى هحط 5 خرزات هقفلهم على خرزة واحدة. اهم 5 هقفلهم على خرزة واحدة بس. نسمي الله. الطريقة اللي بشتغل بيها دي طريقة عمل المجسمات للفتلة الواحدة. بصوا، دي الربطة اللي أنا ربطاها، دي الحتة الزيادة اللي أنا ربطاها، أنا عديت في الخرز بس مش بقصها، بعديها أهو في الخرزة اللي هتقفل قصادها على طول. أنا هنا مش هشرح طريقة الشغل، الطريقة موجودة لها فيديو بسيطة جدا، وهتطلع شغلك بفضل الله مشدود جدا بفضل الله يعني، وبتاخد نص الوقت ونص المجهود ونص الخيط اللي بتشتغلي بيه في الفتلتين. انا اول حاجة ربطت 8 واشتغلت سداسي على 1، يعني حطيت 5 قفلتهم على 1، الدايرة بقت 6. اللي بعديها هشتغلها كام؟ رباعي على 1، يعني مرة سداسي على 1 ومرة رباعي على 1. الرباعي هحط 2، يا خسارة فركشت، مش مهم، المهم اني صورتها. هحط 2 اهم على واحدة، ومعايا واحدة عامل مشترك هتبقى رباعي على 1. بسم الله وشد. يبقى خلاص احنا عرفنا كده ان مرة سداسي، اول مرة حطيت 5 لاني كان معايا واحدة بس. بعد كده في السداسي هحط 4 لاني معايا الواحدة اللي بشتغل عليها اصلا، ومعايا واحدة عامل مشترك من الغرزة اللي قبليها. وشد. الدور الجاي على ايه؟ ايوه صحصحوا معايا، الدور الجاي على الرباعي على 1. الله ينور. حطيت 2، هكمل السطر كله بالشكل دوت، مرة سداسي ومرة رباعي. هوقف واكمل السطر واجيلكم. كده انا خلصت خلاص كله، بس مش هوريكم غير لما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا اهي، هحطلكوا على الاسود اهي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ اهي سداسي على 1 ورباعي على 1. تعالوا بقى نطلع الدور الجديد. قولي بسم الله. دلوقتي السداسي اللي انا شغلاها مع الرباعي، السداسي اهي واحده. انا عايزه اجيب لكم حاجه صوره، هاتي الطرحه بتاعتي، هجيب لكم حاجه غامقه اصور عليها. السداسي والسداسي في نصهم رباعي، هاخد الواحدة الرباعية مع واحدة يمين وواحدة شمال من السداسية، التلاتة مع بعض، تلاتة مع بعض هحط عليهم كام؟ هحط عليهم 3، هتبقى هنا سداسي على 3. استني يا صورة، سداسي استني على 3 اهي، هقفلها. بسم الله الرحمن الرحيم. سداسي على 3، احط حاجة غامقة واكمل تصوير. عمال احط حاجة غامقة مش نافع، حاجة فاتحة هنا فات الحمد لله. قفلت سداسي على 3، الدور على واحدة وخرزة واحدة بس اهي قدامي، يبقى مرة على 3 ومرة على 1. هقفل ايه على 1؟ معايا الواحدة اساسي ومعايا واحدة عامل مشترك من الغرزة اللي جنبها، يعني معايا 2، احط عليهم 4.
وشد وسمن لا، بقفل على واحدة. بقى معايا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بقى معايا سداسي على تلاتة وسداسي على واحد. طبيعي هتلف اهو، هتلاقي تلاتة مع بعض، واحدة يمين واحدة شمال من الغرزة السداسية، واللي في النص الرباعية، فضمهم كلهم مع بعض. هكمل كده واجي لكم تاني. هنا خلاص خلصت الدور. خدي بالك لان انت ممكن تفضلي تلفي وما تاخديش بالك ان الدور خلص. هعرف ازاي ان الدور بتاعي خلص؟ انا مش عارفه اللون واضح معاكم ولا ايه. بصي هتلاقي اربع ارتفاعات بس. بصي للغرزه الاساسيه بتاعتك، دي الغرزه الاساسيه بتاعتي. هتبصي للي فوقيها على طول اللي هي الرباعي، هتشوفي فوق الرباعي واحده بس، فوق الرباعي وفوق السداسي واحده بس، لان انت ممكن وانت بتشتغلي تقعدي تلفي تلفي ما تاخديش بالك ان الدور خلص وتطلعي على اللي بعده. فلنفرض انك طلعتي على اللي بعده، كده كده اللي بعده هيتعمل بنفس العدد، بمعنى سداسي على تلاتة وسداسي على واحد. اهو التلاتة اللي نازلين لتحت اهم، تلاتة نازلين تحت لوحدهم كده، هتاخديهم مع بعض، والواحدة اللي لوحدها، هم اربع مرتفعات اهم، الواحدة اللي لوحدها هتاخديها برضو سداسي. التلاتة اهم، اول حاجة هحط على التلاتة تلاتة، ما هي سداسي، وهقفل عليهم بسم الله. اهي اول واحدة قفلتها، حطيت تلاتة على التلاتة، بقت سداسي. طب دلوقتي معايا واحدة بس ومعايا عامل مشترك، يعني معايا اتنين، يبقى محتاجة كام؟ ايوه الله يفتح عليكم، بالظبط كده اربعة اهم، اربعة. هقفل على الواحدة. وطي التلفزيون يا سارة. قفلت اهو على الواحدة بسم الله. ما الخيط بتاعك يتشد منك كده، سمي الله بالراحة. ما تشدهوش عشان ما يتكعبلش ويبوظ. انا بتكلم كده ببقى حاطه الابره في بقي عشان اعرف اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وطي التلفزيون شويه يا حبيبتي، وطي اخره شويه يا حبيبتي لغايه ما نخلص وشغليه تاني. بسم الله اهيت، قفلتها سداسي وسداسي على تلاتة على واحد. كملي السطر وتعالي تاني. يلا بصوا انا لسه ما كملتش اي حاجه في السطر، بس حابه اقول لكم عشان بس ما تتلخبطوش. انا اول مره حطيت تلاتة وقفلت على تلاتة تلاتة لاني معيش اي حاجه، وتاني مره حطيت اربعة لاني معايا اتنين. طب التالتة اللي هي غرزه فيها تلاتة، انا المفروض مطلوب اقفلها سداسيه برضو، مش هحط المره دي تلاتة لان كده كده في التلاتة وفي واحده عامل مشترك، يبقى هحط اتنين بس اهم. وهتكملي على الواحدة هتحطي اربعة، وعلى التلاتة تحطي اتنين، الا اخر غرزة طبعا. بصوا يا حبايبي سموا الله الاول، بسم الله اهو، وصلنا تاني لنفس الاربع ارتفاعات، اربعهم تمام خلاص. لان هم اربعة ليه؟ لان انا بديت تمن غرز، عملت اربعة منهم سداسي واربعة رباعي. الاربعة السداسي فيها ارتفاع، هي دي اللي عطاني الارتفاع ده. طيب هنكمل ايه تاني؟ ممكن دلوقتي هنا انت وراحتك عايزة تدي الببرونة طول اكتر، زودي الدور ده كمان مرة. بس انا كده كده الورشة دي انا ممكن افك دي تاني، انا بعمل لكم بس بيها ورشة، او ممكن احتفظ بيها يعني الا لو احتجت الخرز لحاجة تانية. فانا هقف على كده يعني، هكمل الفيديو معاكم بس هقف في الارتفاع على كده. لو حابة تطولي الببرونة اكتر نفس الدور ده قرريه كمان مرة، اللي هو سداسي على تلاتة وسداسي على واحد. هنا في دي انا مكتفية بدورين، هي كده كده صغيرة، لكن في مقاس تمانية يجب انك تطوليها اكتر، بس انا مش هطول. طيب هنكمل هنعمل ايه؟ وحدي الله كده لا اله الا الله. هنشتغل تاني سداسي على تلاتة، الله واحد ملوش تاني، سداسي على تلاتة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ده اهو، سداسي على تلاتة و
رباعي على واحد، رباعي على الواحد. ده الدور اللي بتيجي تقفلي بيه بعد عدد الارتفاع اللي انت عايزاه، بيكون سداسي على تلاتة ورباعي على واحد. يعني ستة على التلاتة دول، ستة دي تلاتة على التلاتة، هنا على الواحدة معايا واحدة من السداسي ومعايا واحدة أساس أرضية، يبقى هحط كام؟ شطورة حبيبتي منك ليها، هحط اتنين. الله يفتح عليكم، اهم اتنين. يلا بينا هنقفل بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. اهو هنكمل الدور كده واجيلكوا تاني. وصلت لاخر غرزة في السطر اهي على السداسية. بسم الله السداسية خلصتها اهو على السداسية اللي هي الواحدة اللي بشتغل عليها، واحدة بس معايا تلاتة، يبقى هحط واحدة. تمام، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. سبحي كده واذكري ربنا وانت بتشتغلي. بسم الله، بسم الله. اي شيء لم يذكر عليه اسم الله فهو اقطع. الاقطع يعني منزوع البركة. اي حاجة تيجي تعمليها سمي الله، اي حاجة. بصوا حبايبي، وصلت كده لجسم الببرونة. بصي لي بقى جسم الببرونة ده عبارة عن ايه؟ عن البداية هي النهاية بالظبط. ربطت تمانية، هتلاقيهم هنا تمانية. اشتغلت رباعي على واحد وسداسي على واحد، هتلاقي هنا رباعي على واحد وسداسي على واحد، نفس دي هي دي بالظبط. طيب يلا بينا نكمل. احنا خلصنا الجسم، المرة دي هتخشي على اللون التاني وهنشتغل. بسم الله، هشتغل دلوقتي هاخد أربعة. أنا عاشقة للون التركواز ده. اتنين تلاتة أربعة، هقفل على ايه؟ على واحد. بصوا كلها داير ما يدور اهي، رباعي على واحد. بسم الله ايجيبت. ايوه صح، اللي قالت لي ايجيبت تطلع بره الكادر. انا اقول لك ايجيبت تطلع بره ليه؟ انا قاعده ملوحه عشان حاطه الترابيزه وحاطه حامل التليفون دوت، فمضطره ارجع عن الشغل شويه، فضهري بيتقسم عبال ما بصور الورشه، بس كله عشان خاطركم يهون، وانا عاملاه لوجه الله والله. بسم الله، هنا واحد ملوش تاني. العدد تلاتة، حطيت تلاتة بعد كده ليه؟ أيوة، لأن أنا معايا أساس في الأرضية اللي بشتغل عليها، ومعايا واحدة عامل مشترك من الغرزة اللي قبليها. سمي الله كده معايا. بسم الله أهي، شدي بالراحة. بسم الله أهو، خماسي خماسي على واحد. الدور كله هشتغله خماسي على واحد وجايه لكم تاني. اخر واحده، اخر واحده معايا. انا كل مره بقفلها خماسي، انا كل مره، اول مره حطيت اربعه على واحده بقوا خماسي، وبعد كده بقيت احط تلاته تلاته تلاته، اخر غرزه هيبقوا اتنين بس، لان معايا واحده اساس ارضيه وعامل مشترك يمين وعامل مشترك شمال اهو. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شكلها؟ اي كورنيش عايزه تعمليه اشتغلي خماسي على واحد، بيدي كورنيش لبره خارجي توسعه، دي توسعه في الغرزه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا خلصنا الدور ده، بعد كده هنعمل تضييق. التضييق عكس على طول اللي احنا كنا بنعمله، كنا بنعمل خماسي على واحد بس يوسع فوق بره، خماسي على اتنين يقفل جوه. يعني هشتغل دلوقتي خماسي على اتنين، احط تلاتة. استنوا بس بتاع، بسم الله الرحمن الرحيم، ما تتكعبل معاكي، بالراحة بالراحة ان شاء الله تتفك. سمي الله كده تتفك ان شاء الله. طيب المرة دي هحط ايه؟ احط تلاتة اهم، تلاتة
نفس اللون، وهقفلهم على اتنين بس وجايه لكم تاني. اول مره حطيت ثلاثة على الاتنين اهي، اتقفلت خماسي. بعد كده هحط اتنين لاني معايا الاتنين الاساس تحت ومعايا عامل مشترك، واكمل لاخر السطر. اخر غرزة هحط واحدة بس، اخر واحدة هحط عليها واحدة بس، واحدة بس اهي، لان دي اخر غرزة في السطر. دايما قاعدة كده احفظيها، ان اي سطر بتشتغليه بيكون كله عدد واحد. يعني احنا هنبدأ خماسي على اتنين، اول حاجة بشتغلها بحط تلاتة لاني معيش غير الاساس في الارض. بعد كده العدد اللي حطيته هنا اللي هو تلاتة بيبقى اتنين، بقيت اللفة كلها ما عدا اخر غرزة بتقل كمان واحدة. يعني بديت تلاتة اول غرزة، بعد كده اتنينات، اخر واحدة بتبقى واحدة. لو انا بشتغل سباعي على اتنين هشتغل سباعي على اتنين، يعني الدايرة كلها سبعة على اتنين، يبقى بحط خمسة اول غرزة بس، من التانية لقبل الاخيرة بقل واحدة اللي هي بقى كام؟ اربعة، الاخيرة بقل واحدة كمان. لو بتشتغلي سداسي يبقى هحط اول حاجة على اتنين، او سداسي على واحد، خليني هحط خمسة وبعد كده كله اربعات ما عدا اخر واحدة تلاتة. دي قاعدة ثابتة. طيب هنا وصلنا للحتة دي خلاص. هتعملي ايه دلوقتي؟ هغير اللون تاني وهشتغل خماسي على اتنين، واحد اتنين تلاتة، هحط تلاتة هقفلهم على اتنين بس، على اتنين اهي، بسم الله اهي، خماسي على اتنين واكمل الدور كده. اخر واحدة هتبقى هحط خرزة واحدة بس، مش احنا بدأنا خماسي على اتنين حطينا تلاتة، وبعد كده حطيت اتنين، حطيت اتنين، اخر واحدة هتبقى واحدة زي ما انا لسه شرحها لك القاعدة دلوقتي. بسم الله. معاكي كام؟ اربعة، اربع خرزات اهم. نص العدد اللي بديت بيه تحت هو اللي بيديني فوق هنا، انا بديت بتمانية يبقى طبيعي معايا اربعة. هشتغل ايه دلوقتي؟ هشتغل رباعي على واحد نفس اللون، يعني هحط تلاتة هقفلهم على واحدة بس، بقت رباعي على واحد. بسم الله. خدوا بالكم دي مش بتاخد خيط كتير، يعني لو عندك بواقي خيط بواقي يعني هتشتغلي بيها، هي بسيطة جدا. بسم الله، بسيطة جدا. يعني انا قصة الفتلة بتاعتي دلوقتي دي 3 متر، والطريقة دي مش بتستهلك خيط. هخلص واقول لك خدت قد ايه خيط بالظبط. يعني انت ما تكوني بتشتغلي حاجة كبيرة وفي خيط منها باقي وقصيتي خيطك خلاص، ما ترميش الخيط، خليه. البواقي دي بتنفع للحاجات البسيطة، الميداليات، الحاجات البسيطة دي، عشان ما تهدروش خيط. بس انا عندي اختي بتهدر خيط بطريقة وحشة قوي، ادعوا لها بالله عليك، وخلوا الدعوة كده خالصة من قلوبكم لوجه الله الكريم، ادعوا لاختي ام حمزة ربنا يرد لها عيالها يا رب، يا رب يرد لها عيالها لحضنها يا رب. خلاص كده اخر واحدة هحط واحدة. بسم الله. هنا بقى يا اما اقفل بوز البونبونيرة، يا اما ادي دور كمان في الارتفاع ده. يعني انا قدامي اني اقفل خلاص واقفلها على كده اخر دور فيها اعمله، يا اما ادي دور كمان في الارتفاع. انا هخلي كمان دور في الارتفاع، هكرر نفس الرباعي ده، عايزه دور، عايزه دورين، براحتك براحتك خالص. جسم الببرونه من تحت والحته دي اشتغليها براحتك خالص. انا هنا هزود دور كمان، وخدي بالك لو زودتي دور كمان من تحت برضو هتبقى حلوه، بس كل واحده وذوقها برضو. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. علمي نفسك دايما لما بتيجي تشتغلي حاجه اوزني اللونين اللي انت هتشتغلي بيهم، اوزنيهم واكتبي، ولما تخلصي شوفي خدوا معاكي قد ايه بالظبط واكتبيهم بردك. احتفظي بالحاجات دي كلها، انا كل حاجتي بكتبها، لان ممكن حاجه تتطلب منك او تيجي انت عايزه تعملي حاجه وفي خرز عندك مش عارفه هيكفي ولا لا،
فطالما الاوزان مكتوبه عندك مش هتحتاري ان شاء الله في حاجه. بس ما تكتبي، انا ساعات ابدا مفرش واكتب الالوان كلها، وعبال ما اخلص الورقه تروح مني وما الاقيها انسى هي كانت بتاعت ايه. بصوا انا كررت الدور ده كمان مره، هنا انا عاملاه مرتين بس، عاملاه مره واحده بس، انا هنا عملته مرتين. طيب وصلت لاخر حاجه اللي هي هوريكي هتعملي ايه. انا معايا اربعه، هحط اتنين بس، اتنين دي غرزه ثلاثيه اهو، هقفل على واحده، هقفلهم على واحده بس. بسم الله اهي قفلتها على واحده بس، وبعدين احط واحده. بسم الله وهقفلها على اي واحده، انا هعديها المره دي من الخرزه او ما تعديهاش مش هتفرق يعني. بصوا انا عملتها ازاي، قفلتها، يعني انا عايزاها الميزه هي ان تبقى كلها ثلاثيه، هتبقى كلها ثلاثيه عشان ادي بيها بوز، بوز للببرونه. بسم الله. لو هتعمليها ميداليه يبقى تحطي الحلقه دلوقتي هنا بعد الخرزه دي، حطي الحلقه بتاعت الميداليه بتاعتك وثبتي شغلك. بس ديت عشان مقاس 8 مش هتبقى حلوه في الميداليه. اهيت خلصت، خلصت كده. حابه تقللي دي قلليها براحتك. بصي دي حجمها قد ايه ودي حجمها قد ايه، بصي دي من دي، انا حوزن واقول لكم الاوزان بالظبط. بصوا يا حبايبي وحدوا الله كده وصلوا على النبي، دي اخده 13 جرام، مقاس 6 دي 13 جرام، هي في مقاس 6 احلى بكتير بكتير من مقاس 8، 13 جرام. بس انا ما وزنتش ده قد ايه وده قد ايه لان انا عاملاها من زمان. ده مط ماشي، في دي اخده 39 جرام، يعني ضعفينها على طول كده، الضعفين على طول بتاع دي، دي اخده التلت، دي اخده الضعفين، 39 جرام. ال 39 جرام احنا قلنا لو عايزه تزودي كده في الارتفاع بتاعها هنا هتزودي، عايزه تنقصي هنا براحتك خالص. ال 39 جرام دول قد ايه؟ الفاتح اخدت 28 جرام والغامق خدت 10 جرام. هتقولي لي دول 38، انت بتقولي 39 ليه؟ ما هي وزن الخيط كمان معاها، الخيط حاجات بسيطه يعني بس برضو بتوزن على الميزان. كده تمام خلصنا الورشه، خدت معايا مترين ونص خيط، انت قصي بزياده شويه لان ممكن ايدك عن ايدي تختلف، مش هتختلف في حاجه، ممكن هتختلف في ان حته فتله هتتكعبل هتقصيها، يعني قصي معاكي بزياده شويه. خلصنا الورشه دي، افتكروني بدعوه حلوه، اي ورشه انت عايزاها سيبي كومنت بيها عشان انا دلوقتي فاضيه وبصور حبه ورش زي ما انتوا عايزين. بصوا صحيح، هاتي يا ساره الشمع دان ده، هاتي يا حبيبتي شكرا، ده انا عاملاه شمع دان، لو شايفين انه انكم حابينه، يعني انا عن نفسي انا مش شايفاه عاطفي، هو مش عاجبني بس هي صاحبته عايزاه كده. الخرزه جميله جدا جدا، بس هي اذواق بقى، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. لو حابين اني اعمل لكم ورشته انا كده كده قاعده فاضيه، واي حاجه هتطلبوها ان شاء الله هنفذها لكم بشرط، مش عايزه حد يطلب حاجه فيها روح لاني ما بشتغلش اي حاجه فيها روح، ويا ريت ما تطلبوش حاجه تكون مكلفه لان انا مش هقدر اجيب حاجه واركنها. وافتكروني بدعوه حلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.